بعد البيان هام المستفيدين من السكنات، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الثلاثاء بيانا هاما لكافة مكتتبيها عبر التراب الوطني. كما دعت وكالة عدل المكتتبين عبر كافة الوطن الذين لم يستلموا مفاتيح سكنتهم إلى التقرب من مصالح التجارية بأقرب وقت، وهذا من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استلام المفاتيح. ويتعلق الأمر بالمكتتبين الذين تم برمجتهم لاستلام مفاتيح سكناتهم الجديدة في الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ل 5 جويلية 2023 الفارط. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار السكن مختلف السياق وفي كل ولايات الوطن. هذا دعما لنا لإفادتكم بكل جديد. ديروا لايك وبرتجوا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في أخبار جديدة بحول الله.